لنقاش هذا الموضوع رحب بضيفي من لندن الدكتور سامويل رامني أستاذ السياسة والعلاقات الدولية في جامعة أكسفورد، من باريس الدكتور يونس بالفلاح أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس. مرحبا بكما. أبدأ من لندن معك دكتور سامويل، هذه الاتفاقية الأمنية الثلاثية أشعلت توترا يبدو حادا مع الجانب الفرنسي الذي يقول إنه تعرض لخيانة ولطعنة في الظهر. بتصورك لماذا استثنت هذه الأطراف الثلاثة، الولايات المتحدة، بريطانيا وأستراليا، استثنت باريس من هذه الاتفاقية وهي صاحبة الصفقة الأولى في موضوع الغواصات؟ Well, I think that this was something of an impromptu trilateral pact because the United States and British أعتقد هذا الأمر الذي تم ما بين الثلاثة، فالعلاقة ما بين الولايات المتحدة وبريطانيا علاقة متينة، وأستراليا أيضا دخلت الآن في على الخط، وبدأ الموضوع بين الثلاثة الدول مع استبعاد فرنسا، وبالتالي هذا ربما يثير هذا النوع من العلاقة مع فرنسا، وبالتالي هذا التحالف الثلاثي ربما ينوي في هذا التعاون، وأيضا يتحدثون عن موضوعات أخرى تتعلق أيضا بالعلاقات بين الدول الثلاث. دكتور يونس، لا شك باريس غاضبة ومستاءة، لكن كيف فعلا تقرأ إقصائها واستثناءها من هذه الاتفاقية الأمنية والإطاحة بصفقتها الأساسية؟ تحية طيبة. يعني يمكن فهم الاتفاقية ما بين هذه الدول الثلاث من حيث العلاقات الاستراتيجية الموجودة بينها، لكن أنا أظن أن هذه الاتفاقية هي فقط للتغطية على الصفقة الكبيرة التي كانت ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين أستراليا والتي تخص الغواصات. كان هناك اتفاق مبدئي ما بين فرنسا وما بين أستراليا، وخاصة ما بين شركة نافال جروب الفرنسية، على تزويد أستراليا بغواصات منذ سنة 2019 بقيمة تقارب $50 مليار. فهذه الصفقة طبعا مضرة بشكل كبير بالنسبة للجانب الفرنسي. هذه ليست المرة الأولى التي تدخل فيها الولايات المتحدة الأمريكية على صفقات عسكرية فرنسية، كان آخرها ربما وأبرزها هي الصفقة التي دخلت عليها الولايات المتحدة الأمريكية مع سويسرا من خلال تعطيل صفقة طائرات الرافال واستبدالها بطائرات الاف 35. هذه كلها مؤشرات تؤدي إلى أن هناك تغير جوهري في العلاقة الأطلنطية ما بين الجانب الأمريكي وما بين الجانب الأوروبي، وتعزز من مواقف بعض الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا التي كانت تنادي بمسألة الجيش الأوروبي الموحد أو بقوات تدخل سريع أوروبية. الملاحظ مثلا لخطاب فاندرلاين أمس يتحدث بشكل واضح على ضرورة وجود حالة من الاكتفاء الذاتي الاستراتيجي والاستقلالية العسكرية من خلال سياسة دفاعية أوروبية مشتركة، وتفعيل بعض البرامج الدفاعية الأوروبية مثل سكاف وسكوربيون والأورودرون وغيرها من هذه البرامج، ثم الاتجاه نحو تشكيل قوة عسكرية قد تكون في شكل قوات خاصة، قد تكون في شكل قوات عسكرية. الواضح على أن هناك تغير في هذا المنطق من حيث العلاقة. هذه العلاقة تؤدي إلى كذلك تغير في بعض مواقف بعض الدول الأوروبية التي كانت يعني غير متحمسة لمسألة الجيش الأوروبي الموحد، وأبرزها ألمانيا بعد الانتخابات مع ونهاية فترة ميركل. دول أخرى مواقفها تتغير مثل النمسا. إيطاليا تمشي في نفس الخط يعني مع 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 فرنسا، وهناك يعني مواقف مشتركه ما بين ماريو دراغي وما بين ايمانويل ماكرون. هذه كلها عوامل يجب اخذها بعين الاعتبار على ان هناك متغير حقيقي في السياسه الدفاعيه الاستراتيجيه العسكريه الاوروبيه خلال الفتره المقبله. دكتور سامويل، بتصورك واشنطن بينما تسعى الى توسيع وتعزيز تحالفاتها للمضي في هذه المواجهه مع الصين، في ضوء ما يجري في العلاقه مع باريس، الى اي مدى واشنطن تغامر باقصاء الحلفاء والاصدقاء؟ الولايات المتحدة الأمريكية وتحت قيادة الرئيس بايدن والعلاقات والتحالفات الأوروبية، هناك أيضا في الإدارة الأمريكية وبعض الانقسامات التي تتعلق وتحول نحو الدول الآسيوية، وبالتالي عندما نتحدث عن هذه العلاقة الثنائية أعتقد أن المملكة المتحدة
المتحدة وفي المملكة المتحدة وفي انتقادها أيضا للسياسات الصينية، وفي حالة تقارب أكثر الآن مع الولايات المتحدة حليفتها ضد السياسات الصينية، وأيضا إلى أعلى مستوى كبير ما بين الدولتين. وبالتالي ونظرا لأن هذه العلاقة الثنائية الهدف منها والقوية الآن بين المملكة المتحدة وواشنطن هي مواجهة كما قلت الصين وبكين، وبالتالي هذا ما دفع ربما الصين إلى تأجيج ربما الأمر خلال علاقتها أيضا مع فرنسا. وبالتالي الآن المملكة المتحدة وهي مع أستراليا أيضا وتحاول أيضا بدعمها للولايات المتحدة أيضا تغضب هنا أيضا فرنسا، ولكن الغرض كما قلت هو إيجاد هذه التحالفات المتعددة من أجل كبح جماح الصين والوقوف في وجه الصين. دكتور بالفلاح، فرنسا تقول بأن المسألة لم تنتهي هنا ولها ما بعدها في العلاقة مع هذه الأطراف الثلاثة. كيف تكون تحركات باريس وكيف تكون فعلا تداعيات هذه الأزمة؟ يعني أنا أظن على أن لن تذهب الأمور باتجاه أزمة دبلوماسية، لكن ربما قد تعزز نظرة فرنسا لمنظورها من حيث العلاقات الخارجية، وخاصة لفكرة أن يكون هناك أوروبا أكثر يعني اتحادا ما بين كل هذه الأطراف. الفترة المقبلة سوف تشهد رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي انطلاقا يعني من يناير 2022، وهذه فرصة بالنسبة للجانب الفرنسي للتأكيد على نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي مسألة الليدرشيب، مسألة القيادة في دول الاتحاد الأوروبي، وعلى أن فرنسا هي القاطرة الحقيقية للاتحاد الأوروبي وليست ألمانيا، لأن ألمانيا قوة اقتصادية لكن فرنسا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لديها منصب في مجلس الأمن ولديها حق الفيتو. والنقطة الثانية هي التأكيد على فكرة أن فرنسا هي ما يمكن أن نسميه المقاول الأمني داخل منظومة الاتحاد الأوروبي، يعني security contractor، اللي هي قادرة على نسج علاقات أمنية ما بين هذه الدول، قد تطور إلى صيغة مؤسسات. يعني قد نرى ليس فقط جيش أوروبي موحد ولكن وكالة استخبارات أوروبية موحدة، عمل أوروبي مشترك ما بين كل هذه الدول. لطالما كانت تنادي فرنسا بضرورة أن تساهم دول الاتحاد الأوروبي في تمويل المشاريع العسكرية الأوروبية، وأظن على أن هذه فرصة مواتية. النقطة الثانية وسأسأل معلش معذرة دكتور يونس وسأعود إلى هذه النقطة الفرنسية الروسية. صح، ما إذا كانت هذه الأزمة ستزيل التباينات الأوروبية حول تشكيل هذا الجيش الموحد، لكن قلت بأنه هذا التوتر مع واشنطن لن يتحول ويصل لحد الأزمة الدبلوماسية. هل الأمر كذلك لا سيما إذا ما تبعنا النبرة على لسان كبير الدبلوماسية الفرنسية؟ هو وصف الأمر بالطعنة وبالخيانة، وقال بأنه يشعر بالمرارة وبالغضب الشديد، لا بل حتى ذهب للقول بأنه الاتفاق القاسي والأحادي والغير متوقع يذكره بسياسات ترامب. ألا تبدو هذه فعلا أرضية خطاب لأزمة دبلوماسية بين باريس وواشنطن؟ يعني من حيث الخطاب يمكن القول بذلك، ومن حق فرنسا أن تدلي بهذه المسألة، لكن من حيث الخطوات الدبلوماسية والعلاقات هناك علاقات استراتيجية كذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية، على الأقل من ناحية العلاقات الاقتصادية يجب أخذ بعين الاعتبار على أن مثلا التبادل التجاري ما بين دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وهي فوق 530 مليار دولار، هذه كلها عوامل مهمة للاستثمارات الأمريكية، أو الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث الجانب الاستثماري، ولا يمكن يعني المغامرة بخطوات غير مسبوقة. لكن هناك ربما حالة من الغضب وحالة من الاستياء في نطاق يمكن تسميته استمرار لنفس سياسات ترامب. يعني ترامب كان له مواقف من الاتحاد الأوروبي وساند تركيا مثلا ضد الاتحاد الأوروبي في أزمة الغاز، فقد نرى أنه نفس هذا النهج، لكن هذا النهج كما ذكرت يعزز مثلا فكرة التقارب مستقبلا مع الطرف الروسي، خاصة انطلاقا يعني من مشروع النورد ستريم ما بين ألمانيا وما بين روسيا، وكذلك من حيث على الأقل يعني انضمام روسيا لهذه الآليات التابعة للاتحاد الأوروبي، سواء كان الحديث على مجلس أوروبا أو عن منظمة الأمن والتعاون الأوروبي. نعم،
دكتور سامويل، حين يتحدث الجانب الفرنسي الغاضب لا شك من أنه هذه الاتفاقية وهذا التحول الغير متوقع يذكرهم بسياسات ترامب، هل يؤسس هذا لأزمة مع الجانب الأمريكي أم ربما سينضد الطرف الأمريكي والشركاء الآخرون لتفهم هذا الاستياء الفرنسي؟ أعتقد هذا سؤال جيد جدا، لأن العلاقة في الماضي هي علاقة أيضا قوية وترتبط بالعديد من كان هناك أزمات سابقة في سواء تتعلق بآسيا وتتعلق في أيضا في السبعينات وفي أزمة الغاز أيضا والعديد من الأزمات حول الحرب في العراق. هذه الأزمات والأزمة الحالية هي التي دفعت لفرنسا لهذه الحالة من الاستياء وغير المتوقع والغضب، وبالتالي هذه الأمور الاقتصادية ومن الناحية الاقتصادية هذا ما يضع أعباء وتداعيات على الجانب الفرنسي مما يعيد مرة أخرى الأزمات الماضية، وبالتالي هذا الضغط الذي تسعى فرنسا من إحداث بعض التحالفات للاتحاد الأوروبي لممارسة بعض الضغوط، ولكن أعتقد ستعود فرنسا مرة أخرى إلى موقعها ولن تشارك أيضا في التحالف ضد الصين، لن تشارك أعتقد نتيجة هذا الأمر ما حدث لها مؤخرا في أي تحالفات. ولكن السؤال فيما يتعلق بالجانب الروسي أعتقد هناك ستظل هناك تحفظات أيضا وربما اعتراضات، وليس من السهل أيضا أن يتم تقارب ما بين فرنسا وبين روسيا، هناك أيضا الأمن السبراني والعديد من التحالفات التي تم إنشائها ضد لمواجهة الصين، ولكن لن تقترب مع الروسي إلى الآن. لكن دكتور سامويل، في أعقاب الانسحاب الأمريكي الفوضوي دون تنسيق مع الشركاء من أفغانستان وتداعياته، وفي ضوء هذا التوتر حول صفقة الغواصات في أستراليا، هل بالإمكان الحديث عن تحول فعلا في علاقة واشنطن مع حلفائها الأوروبيين أم ربما يظل من المبكر؟ It is probably too early to discuss that. But the thing is that this ربما ناقشنا ذلك وهذا أمر سابق لأوانه للحديث عن هذه التداعيات، ولكن هي عملية محاولة للاستقلالية عن الولايات المتحدة من جانب فرنسا، وكان هناك وعود أيضا من جانب الرئيس بايدن بالتحالف والتقارب أيضا مع والتنسيق مع الدول الأوروبية، وبالتالي هذا حتى ومع اقتراب دول الناتو أو وجود المملكة المتحدة وتقاربها مع واشنطن، رفض أيضا الأمريكيين أيضا مثل بعض التحالفات وفهم مبادئ القوة لدى الاتحاد الأوروبي. المواجهة الأساسية هي المواجهة بين واشنطن وبين الصين، وهو ما يدفع الولايات المتحدة لإيجاد تحالفات أخرى لإحداث السياسة الخارجية وتغيير في السياسة الخارجية بعد 6 أشهر من إدارة بايدن الأمريكية. وبالتالي السؤال، هل ستكون هناك مخاطر أو تحديات؟ ربما لا أعلم ماذا سيحدث. دكتور يونس، باختصار إذا سمحت، هل تصبح مهمة باريس بإقناع الشركاء الأوروبيين بتشكيل هذا الجيش الموحد، هل تصبح مهمة أسهل في ضوء هذه التطورات؟ يعني صحيح أنه دائما كانت هناك قضية تحديات مطروحة ما بين دول الاتحاد الأوروبي على مسألة التفاهم بخصوص مجموعة من الأمور المرتبطة بالسياسة الدفاعية، ولكن حتى بالمواقف الأوروبية المشتركة. اليوم أنا أظن على أن الظرفية هي جد مناسبة بالنسبة للطرف الفرنسي، قد يحاول استغلال يعني كل هذه الخطوات الأمريكية الأخيرة لتحقيق اختراق مهم مع بعض الدول، خاصة مع دول أوروبا الشمالية التي كانت تعرف في سياق الاتحاد الأوروبي بالدول المقتصدة، على أن يكون هناك
تحديات يجب شرحها مرتبطة أساسا بالأمن الأوروبي، ليس فقط في مسألة التخوفات أو التهديدات الروسية أو الصينية أو الأمريكية أو غيرها، لكن حتى من مسألة الهجرة، من مسألة التطرف والإرهاب، من ضرورة مواجهة يعني منابع هذه الأمور سواء في شرق المتوسط أو حتى داخل منطقة الساحل الإفريقي. هذه كلها عمل دبلوماسي مهم بالنسبة للطرف الفرنسي خلال الفترة المقبلة. شكرا، شكرا جزيلا. وقت نقاشنا لهذا الموضوع انتهى. من باريس الدكتور يونس بالفلاح أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس، من لندن الدكتور سامويل رامني أستاذ السياسة والعلاقات الدولية في جامعة أكسفورد، شكرا جزيلا لكم.